اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. عندنا النهارده نجم على مستوى ضيافتنا النهارده في المحترف محلل الكره العالميه محمد الباز. زي ما قلت لحضراتكم في ملفات كثيره جدا هنتكلم عليها معاه، هنتكلم على الدوري السعودي، السوق السعودي، هنتكلم على المنتخبات ووصولها ل طبعا بطوله افريقيا في ساحل العاج 2024. كل ده معاك يا باز النهارده. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير على حضرتك كابتن هاني، مساء الخير على جمهور النادي الاهلي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. وطبعا معلش استاذنك كالعاده، احنا متعودين معاك هنا في المحترف يوم الاثنين يكون عندنا نموذج للاعب مصري بيلعب في الدوريات الاوروبيه. النهارده معانا لاعب عبد الله الليسي، كمان لاعب مصري في الدوريات الاوروبيه. نموذج تاني لاعب مصري ألماني بيلعب في ألمانيا. باز انت عشت هناك في ألمانيا كتير وعارف الأجواء، بالنسبة طبعا خاصة في اهتمام جدا بملف اللاعبين ذو الجنسية المزدوجة، ودايما هنا بنتكلم ولسه هنتكلم انه ملف مهم جدا جدا. كمان اهتمام روي فيتوريا بالموضوع على مستوى المنتخب، والراجل بيبحث بشكل جيد على مستوى المنتخب الأولمبي. كمان شفنا بعض العناصر اللعيبة المصرية اللي بتلعب في الدوريات الأوروبية، دينا برضو تاني تأكيد على أهمية هذه الفكرة. طبعا يعني مبدئيا بحب أحيي حضرتك وبرنامج المحترف، طبعا بيتناول القضية ديت من زمان، من وقت طويل جدا. مش هنزهق، الناس تقول لك انت لا تاني لا مش هنزهق يعني. صحيح، يعني أنا دايما بشوف بنكتشف أسماء جديدة، يعني من إعداد البرنامج مع حضرتك على طول بنكتشفها. لا الموضوع مهم جدا، احنا يعني مش هنروح بعيد، بكرة مباراة مصر أمام تونس. لو هنبص بس على منتخب تونس في 22 لاعب مزدوج الجنسيه. 22 لاعب. يعني انا بالمناسبه جبت اسمائهم ودخلت في الفرق اللي بيلعبوا فيها، ومعدل الاعمار عندهم صغير، يعني بنتكلم من 18 ل 24 سنه 25 سنه. 22 لاعب في منتخب تونس. تونس بدات تاخد المبادره من فتره. طيب المغرب دلوقتي، المغرب عامله حرب كبيره جدا على لامين يامال، حضرتك اتكلمت عليه من شويه، اللي قرر طبعا ان هو يلعب لمنتخب اسبانيا، وفي كلام كتير جدا. لسه المغرب لحد النهارده بتحارب ورا الموضوع، ما يقصدش، بتتمنى ان هي تجيب اللاعب اللي هو اصغر لاعب زي ما حضرتك قلت بالظبط 16 سنه، يعني بيلعب لمنتخب اسبانيا وبيحرز هدف في اول ظهور للفرق العربيه، المغرب تونس ومعظم الفرق دلوقتي، حتى الجزائر بدات ان هي تتطلع ورا الموضوع من اهميته. هنا طبعا احنا عندنا لعيبه كتيره حضرتك بتبرزهم كل حلقه مزدوج الجنسيه، لعيبه احتكت بالدوريات الاوروبيه وجودها هناك. انا عايزك يعني عشان برضو الساده المشاهدين يكونوا عارفين، احنا اللعيبه ديت خلي بالكم بتتجهز لمده سنتين ثلاثه، يعني مش هنجيب اللعيب هو ده وقف منتخب مصر على حلو، لا الخطه ديت بتكون خطه طويله الاجل شويه، ولكن بيكون عندك كميه وعدد كبير جدا من المحترفين الموجودين متاسسين بشكل جيد على المستوى الفني على المستوى البدني، وبالتالي دخولهم للمنتخب مش هيكون فيه صعوبه، ولكن هيكون فيه اضافه للمنتخب. شفنا على مستوى المنتخب الاولمبي في تواجد بعض اللعيبه موجوده على مستوى المنتخب الاول، نتمنى ان شاء الله نشوف هذه النماذج، لان الحقيقه مش المغرب بس ولا تونس بس، بنتكلم على الجزائر بشكل كبير، بنتكلم على الكاميرون بشكل كبير جدا، بنتكلم على منتخبات الحقيقه افريقيه ما كناش نسمع بابين قوسين كده، بنتكلم على منتخب زي بوركينا فاسو، منتخبات ايام ما كنت بلعب انا كان الموضوع سهل تكسبوا 2-3 بدون اي مشاكل، لكن دلوقتي عندهم كتيبه كبيره جدا من اللعيبه اللي بتلعب في اوروبا، وبالتالي بيكون في قوه في اداء المنتخبات الافريقيه. اللي هتشوفوا ده حضراتكم في النسخه اللي جايه، يعني كاس افريقيا اللي جاي 2024 في ساحل العاج، هتشوفوا منتخبات الحقيقه ومستوى رائع، وان شاء الله اكيد كلنا وراء منتخبنا المصري. طيب باز، عندنا سكايب مهم جدا هنتكلم فيه على السوق السعودي. نيكولاي انستين، ده طبعا نيكولاي انستين زي ما قلت لحضراتكم في الانترو، ده السبورت دايركتور، المدير الرياضي لنادي الفتح السعودي، معانا عبر سكايب. نيكول اهلا بيك ومشرفنا على شاشه قناه النادي الاهلي.
شكرا جزيلا لكم ومساء الخير للجميع. بنرحب بيك معانا. والحقيقة السوق السعودي الحقيقة كان عامل ضجة كبيرة جدا جدا على مستوى العالم كله، وانت موجود داخل هذه المنظومة. عايزين نعرف شكل الدوري السعودي بعد انضمام نجوم كبار جدا على مستوى لاعبين الليفل ايه، شايف هذه التجربة ازاي، وشايف الدوري السعودي الى اين؟ حسنا، أنا كنت أتوقع ذلك في البداية، توقعت التغير الكبير، ولكن لأكون صادقا بعد ما حدث في فترة الانتقالات الحالية لم أصدق نفسي، لأن كم اللاعبين الكبار الذين أتوا إلى السعودية هو كم رهيب. رأينا في الحال اختلافا كبيرا بين العام الماضي والعام الحالي على مستوى جميع الأندية. بالطبع جودة اللاعبين اختلفت، اللاعبين الكبار، الدوري أصبح أقوى بكثير. بالطبع هل استقدام هؤلاء اللاعبين زي ما بنتكلم في ليفل إيه بيضمن بشكل كبير جدا نجاح التجربة، أم هتكون تجربة مؤقتة في المستقبل القريب وتعود تاني؟ طبعا هيمنة أكيد الدوريات الأوروبية بشكل كبير. رأيك إيه وأنت بتقول إن أنت كان بالنسبة لك مفاجأة كبيرة استقدام هذا الكم الكبير من اللاعبين من أوروبا؟ بالنسبة لي أعتقد أنه يعد أمرا سيطول وسيستغرق وقتا أطول على مدى السنين القادمة، لأن السعودية لديها خطة ولديها منظومة قوية. فالدوري السعودي الآن أحضر لاعبين كبار من حول العالم وليس في أوروبا فقط لكل الأندية، فبالتالي هذا قادر على إنجاح العملية. الأمر ليس فقط بخصوص استقدام لاعبين كبار ولكن لاعبين محترفين خصوصا. أنا لنقول فأنا واحد من هؤلاء الذين أتوا إلى السعودية لخوض هذه التجربة، لجعل هذه التجربة أكثر احترافية. فهذا أمرا هاما أن تستخدم هؤلاء اللاعبين وأن تؤهل الدوري السعودي ليكون أكثر تطورا. فأنا رأيت ذلك بنفسي في الأشهر الأخيرة. أعتقد أن هذه هي الطريقة لتستمر في النمو والتطور. يريدون أن يظهروا أنهم لحقوا بركاب الدوريات العالمية. هم نجحوا بالفعل في إثبات هذا ولفت انتباه العالم جميعا وليس أوروبا فقط. الجميع ينظر إلى السعودية بفضول ويريد أن يعرف ماذا يحدث في السعودية. أنت بتقول نيكولا أنك هو خلاص أن السوق السعودي لفت أنظار أوروبا كلها والعالم كله. شايف إمتى يكون الدوري السعودي بالخطة اللي اتعرضت عليك أنه يكون واحد من التوب فايف على مستوى العالم؟ كلنا عارفين طبعا توب فايف ليجز في العالم كلهم. هل تستطيع السعودية قريبا أن تقتحم هذه الليستة وتكون من ضمن الخمسة الكبار في العالم؟ نعم، أنا أؤمن بذلك. أؤمن أن السعودية لديها القدرة على ذلك، فلديهم القدرة على المنافسة في المستقبل. كما قلت لك، هم استطاعوا لفت أنظار العالم بإحضار أفضل اللاعبين في العالم، وهذا الأمر لم يكن محض صدفة وإنما استحقوا ذلك. الآن عليهم أن يثبتوا ذلك وأن يخلقوا توازنا بين الأندية، وليس فقط أن يتوقفوا عن إحضار اللاعبين ولكن أن يخرجوا لاعبين شباب مهارات من حول العالم وليس فقط السعودية، ليصبح هناك دمج بين اللاعبين الصغار والخبرات الكبيرة. الأمر سيكون مثيرا للاهتمام ليس فقط للجماهير ولكن للإدارات المختلفة الاحترافية حول العالم. فالفيفا تريد هذا على كل المستويات في السعودية وفي أمريكا الجنوبية. فالاتجاه العام الآن للدوري السعودي سيكون ناجحا.
هذا امر مثير للاهتمام لنراه في المستقبل. ما فيش شك انه اكيد هيكون اضافه للكره العالميه، ودوري جديد يضاف للدوريات القويه اكيد في صالح الكره العالميه بشكل كبير. وعلى سبيل المثال زي ما انت قلت، هو حتى اللاعبين ما بقاش استقدام اللاعبين اللي سنهم كبير او في نهايه الكارير، ولكن في بعض اللاعبين او لاعبين كثر في الدوري السعودي قادمين من اوروبا، اعمارهم السنيه اعمار متوسطه واعمار جيده جدا. وهل ده بيأثر على اللاعب السعودي نفسه؟ هل فرص اللاعب السعودي نفسه هتكون تقلصت بشكل كبير جدا مما ينعكس على اداء المنتخب السعودي؟ لا 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 اعتقد ان ذلك سيكون مؤثرا على المنتخب السعودي. فاللاعبون السعوديون الان هم تحت التطور بالفعل، واعتقد ان الانديه تنظر للاعبين السعوديين لانهم يحتاجونهم على المستوى الدولي. فاعتقد ان التواصل الان بين اداره الدوري السعودي والانديه مهمه لاثبات ذلك، للحفاظ على المنظومة ككل. فعلى سبيل المثال الفريق الثاني في أي نادي والدوري الدرجة الثانية أو الدوري الممتاز الدرجة الأولى في السعودية نحن نتابع، فأنت لعبت في ألمانيا على سبيل المثال مثلي، فتستطيع أن ترى دوري الدرجة الثانية في ألمانيا يساعد المهارات الشابة على النمو، وهذا يحدث في السعودية لنؤهلهم للدوري الممتاز أو الفريق الأول. بالفعل نحن الآن نرعى لاعبين جيدين ونحسن من أدائهم وننصحهم كيف يتطوروا. فالآن اللاعبين السعوديين لديهم الجودة ويتطورون على كل حال. نيكولا، من خلال حديثك قلت وبعض الناس بتقول ان يمكن التركيز على يمكن 3-4 انديه في الدوري السعودي بارقام كبيره بجانب الانديه الصغيره شويه قد يؤثر على قوه التنافس ما بين كل الفرق او الفير بلاي بالنسبه لكل الانديه السعوديه. شايف ازاي دوت؟ ولو ترجمناه لنتيجه كبيره، نادي الفتح بيفوز على النادي الأهلي السعودي بنتيجة كبيرة جدا 5-1، شايف ده ازاي؟ هل هيكون في استثمار ايضا في الأندية الصغيرة على اساس يكون في توازن في الدوري السعودي؟ اعتقد ان هذا في البداية فقط، هم اختاروا ان يعطوا الدعم الكبير لهذه الأندية. بالطبع لدعنا نقول أن هذه الأندية لديها قوة أكبر من الأندية الأخرى بفضل التدعيمات الكبيرة التي حدثت. فبالتالي أنا أتكلم ليس عن الفتح فقط، ولكن أتكلم نيابة عن 13 ناديا آخر. لدينا ميزانية ويجب علينا أن نحترمها، لأن هذه الميزانية هي من وزير الرياضة السعودي أو وزارة الرياضة السعودية. فبالتالي هذه الميزانية تناسب طموحنا حتى الآن، واستطعنا أن نجلب اللاعبين الذين نحتاجهم، ولكن اللاعبين الذين نتمناهم هذا أمر يطول. بالطبع في هذه اللحظة يجب أن يكون هناك هذا التوازن الذي ذكرت، ولكن لأكون صادقا هذا لا يشكل عائقا في بلاد أخرى كما يحدث الحال في إيطاليا. يوجد فرق كبير في إيطاليا بين يوفنتوس وروما وأندية أخرى يستطيع أن ينفقوا الكثير من الأموال عكس فريق كإمبولي، الأمر يختلف. فبالتالي يجب علينا أن نعتاد على هذا الأمر كما يحدث في أوروبا. في حالتنا هذه لم نصرف كما الحال في الأندية الأربعة الكبرى، ولكن كوننا فريقا جيدا كما قلت. أنا بتفق معاك نيكولا، كمان عملية الصرف بشكل معين هي كمان النتيجة الكبيرة اللي عملتوها أمام النادي الأهلي، بتقول إن عملية الصرف للعيب المناسب واللعيب اللي فعلا بيحتاجه النادي بغض النظر عن نجوميته وشهرته كان شيء مميز جدا.
السؤال الثاني، لم تقتصر استقطاب بس على اللاعبين الكبار أو النجوم الكبار على مستوى اللاعبين، ولكن على مستوى المدربين. شفنا مؤخرا المدير الفني الجديد مانشيني الإيطالي يتولى الإدارة الفنية للمنتخب السعودي. شايف ده إزاي؟ وشايف ده تأثيره إيه على المنتخب السعودي؟ نعم، هذا مثال آخر على ما كنا نتكلم عن الكرة السعودية تريد أن تتطور على كل مستوى، ليس فقط الأندية ولكن على مستوى المنتخب القومي. مانشيني لم نحضر فقط مجرد مدرب، ولكن أحضرنا مدير فني على مستوى عال. نريد هذا لجعل كرة القدم على أعلى مستوى في كل المناحي. بالطبع أحضرنا لاعبين كبار، ولكن كما ذكرت أنت أحضرنا مدربين كبار أيضا. وكلما زادت وتيرة النمو والتطور في الدوري زادت المعرفة، وتكون هذه أفضل طريقة لتطور عقلية اللاعبين قبل أي شيء. أنا بتفق معك نيكولا، وخليني أتكلم معك أثناء تواجدك الفترة اللي فاتت، وطبعا الحديث على نجمنا الكبير محمد صلاح. عايزك تشرح لي وعشت الأجواء دي إزاي الفترات ما قبل غلق ميعاد الانتقالات. كيف كانت الحالة في السوق السعودي؟ كيف كان الجو على مستوى السعودية في استقدام محمد صلاح، ما بين وجوده في اتحاد جدة، ما بين طبعا ليفربول وعناده الشديد في انتقال محمد صلاح؟ اشرح لنا الأجواء، وكانت الأجواء إزاي عاملة إزاي في السعودية أثناء هذه، يمكن نقول مش هقول الحرب، ولكن كان الاتفاق اللي كان منتظر السوق السعودي بوجود محمد صلاح. نحن نتحدث الآن ليس فقط واحد من أفضل اللاعبين، وإنما هو أفضلهم، وخصوصا بالنسبة للشرق الأوسط. هو أنا متأكد إذا أتيت للسعودية لتلعب ستكون النجم الأوحد، ومن كم المتابعة التي حظى بها محمد صلاح، وخصوصا من الجالية المصرية. هم الجماهير المصرية هم مجانين بكرة القدم، فتخيل حجم المتابعة. تخيل أن محمد صلاح سيلتحق بالدوري، أمر رائع بالطبع. ولكن بالطبع أعتقد أن الجميع كان متحمسا ولا يزال بخصوص قدوم محمد صلاح للسعودية. رأيي الشخصي أود أن أرى الدوري الآن أكبر وأفضل، ولكن لننتظر. الدوري الآن لديه القدرة على إحضار هذه الأسامي وأن يلتحقوا بالدوري وأن يؤدوا كما نراهم في أوروبا. كما قلت لك في البداية، نعم نستطيع أن نحضر أي اسم، وليس فقط أسماء كبيرة، ولكن اللاعبين المناسبين للبيئة التي نمارس فيها كرة القدم. فبالطبع هذا سيحدث اختلافا كبيرا بالنسبة لكرة القدم التي اعتادوا أن يروها في السعودية وكرة القدم الآن. نحن الآن نتدرب بطريقة مختلفة وأوقات مختلفة، الأمر مختلف بالنسبة للاعبين الأوروبيين، فيجب عليهم أن يعتادوا هذا. وهذا منطقيا بالنسبة لي، سأكون سعيدا بالطبع إذا رأينا محمد صلاح من ضمن هذه الأسماء أن يشارك في السعودية، سيكون رائعا. ولكن لا أمانع إذا تأخر هذا الأمر قليلا حتى نرى ليفوز محمد صلاح، ونفوز نحن بمباريات أكثر في السعودية في حال عدم وجود محمد صلاح. بتفق معك تماما، ويمكن كان من الأسباب الكبيرة جدا لإصرار نادي الاتحاد هو العملية التسويقية والماركتينج وعدد المشاهدة وعدد معجبين ومتابعي محمد صلاح في العالم كله، بس مش في الشرق الأوسط، قد إيه كان هينتبه إلى الدوري السعودي. طيب نيكولا، آخر سؤال، هل متابع الكرة المصرية وخاصة يعني النادي الأهلي طبعا البطل الكبير ونادي القرن الأفريقي، رؤيتك إيه للكرة المصرية وللنادي الأهلي؟ أنا دائما مولع بالنادي الأهلي على سبيل الخصوص، وليس فقط الكرة المصرية. هو الأفضل في
في مصر بالمنافسة مع دول أخرى كالمغرب والجزائر، نرى الأهلي هو المميز. أنا كنت في المغرب مؤخرا فترة إقامة كأس العالم، ورأينا إدارة النادي الأهلي في دبلومة إدارة الأندية التي كنت أحضرها، وقابلت السيد خالد مرتجي كان محاضرا لنا في هذه الدورة، كان يتحدث عن النادي الأهلي، كان محاضرا رائعا، كان لدي الفرصة أن أعرف الكثير عن الأهلي، النادي الذي أعرفه بالفعل كأعظم نادي في إفريقيا، ولكن ليستعرض هذا التاريخ أمامنا كان أمرا مذهلا. أنا أستطيع أن أخبرك بالطبع أن الأندية أن ناديكم الآن لديه مشجعا آخر، والأندية الأصغر تستطيع أن تكون مؤيدة ومشجعة للأهلي في المستقبل. أستطيع أن أقول أن الأهلي يحظى بدعمي الكامل في مباراة السوبر الأفريقي الأسبوع المقبل. واحنا سعداء نيكولا بضم يعني مشجع جديد للنادي الاهلي. طبعا نيكولا طبعا المدير الرياضي لنادي الفتح الرياضي، بنشكرك شكرا جزيلا على المداخله، وبنقول لك جود لك ان شاء الله في مهمتك الجديده في السعوديه. شكرا جزيلا نيكولا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. الحقيقه كان لقاء ممتع جدا زي ما بقول لحضراتكم. يمكن السوق السعودي طبعا، وفي واضح ان في خطه وفي بلان كبيره جدا على مستوى اللاعبين، على مستوى السبورت دايركتور، على مستوى المدربين. الحقيقه تجربه كلنا نتمنى انها تنجح. اكيد السعوديه دوله عربيه شقيقه، ودخلت الحقيقه بسوق كره القدم مؤخرا بقوه، وان شاء الله باذن الله تكون تجربه ناجحه. عايز اخد رايك الشخصي في هذه التجربه يا محمد. يعني هي تجربه ممتازه على الطريق الصحيح لجذب طبعا انتباه عدد مشاهدين في العالم، ولكن ناقص شويه حاجات. يعني اهم حاجتين زي ما حضرتك قلت دلوقتي في اللقاء مع نيكولا، موضوع البالانسنج ما بين الفرق كلها بتاع الدوري السعودي هناك، بس بتكلم في اربع خمس فرق هم دايما اللي عندهم طبعا النصيب النفقات الاكبر والصرف الاكبر لجذب او استقطاب لاعبين عالميين زي ما شفنا. طيب بقيه الفرق فين؟ يعني لسه طبعا ده اللي هنشوف بقى المنافسه، قوه المنافسه. ولكن المثال هنا في تناقض، شفنا المثال بتاع مباراه الفتح والاهلي والخساره الكبيره 5 برصيد برضه سكور كبير جدا، بيقول لا الفرق حتى اللي في منتصف الدوري او اللي في نهايه الدوري يعني بتجتهد، ويعني ما بيهمهاش صحيح وجود نجوم كبير. هكلمك هكمل معاك الملف دوت، وهنكمل مع حضراتكم كمان في ملف الكره السعوديه والاتجاه رايح لفين، لكن خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. محمد قبل الفاصل كنا بنتكلم، ويمكن نيكولا المدير الرياضي لفريق الفتح السعودي سالته سؤال وقلت له هل يستطيع الدوري السعودي اقتحام التوب 5 ليجز في العالم كله، وقال قريب جدا. في الفاصل قلت لي راي مختلف. صحيح، لا انا شايف لسه بعيد، لسه شويه. ليه؟ لان احنا دلوقتي بعد كل النفقات ديت وترتيب السعوديه، وهنتكلم عليها انا عارف بعد شويه ترتيبهم في اجمالي النفقات المصروفه، لسه بعيد بعد تحقيق القيمة التسويقية لكل نادي فيهم. يعني بعد كل المصروفات ديت يا كابتن هاني، لسه على سبيل المثال مان سيتي هو أقوى قيمة تسويقية حتى الآن، ثم الأرسنال، ثم البي اس جي، ثم ريال مدريد وتشيلسي. يعني بتكلم عشان تكون في التوب 5 ليكس محتاج ان انت تعلي القيمة التسويقية للأندية فانت بنتكلم في الهلال، بنتكلم في الاتحاد جده، بنتكلم في طبعا الاهلي، الشباب. لا انت محتاج، انت بتتكلم في اربع خمس لعيبه جبتهم لكل فريق، فانت محتاج ان انت ترفع قيمه تسويقيه للفريق كله، للنادي كله، علشان تنافس وتوصل للتوب رانكينج للتوب 5 ليكس. بنتكلم في فرق مهما صرفت. انا معاك ان هو مش الكلام مش هيبقى ما بين يوم وليله، ولكن ممكن جدا يكون ده التارجت، ممكن يكون ده الخطه في المستقبل، ان الدوري السعودي يكون من احد الانديه الكبرى او الفايف توب ليجز. هيجي على حساب مين؟ يعني لو قلنا مشينا كده سنتين ثلاثه والامور استمرت بهذا الشكل، مين الدوريات اللي ممكن جدا تتاثر جدا بالسوق السعودي او بالدوري السعودي؟ ممكن نتكلم في الدوري الالماني، يعني وده بعد وقت كمان، لان بعد وقت طبعا الخطه هناك
شويه في المانيا مرتبطين ببادجت معين طبعا بقاعده معينه. عايز اقول لك الحقيقه الكره الالمانيه الحقيقه برضو بتمر بازمات كبيره جدا من بعد كاس العالم لهزيمه كمان كبيره جدا. اقاله هانز فليك صحيح. مين بقى اللي هيجي؟ في بعض الاسماء، في ناجلسمان وطبعا رودي فولر. فولر هيقود الفريق طبعا لحد تصفيات اليورو بشكل يعني ودي مؤقت يعني. الى ان طبعا في كلام كبير على ناجلسمان بشكل كبير. طب في كلام على زين الدين زيدان، هل ما استبعد تماما لان زين الدين زيدان هو عنده ميول وطموحات اخرى، يعني هو يعني يتمنى تدريب المنتخب الفرنسي ده في الاولويات الاولى، ولكن لا لكن ممكن. كمان المنتخب الالماني اسم كبير في اوروبا طبعاً. لكن تفتكر برضو عامل اللغه شويه ممكن يكون مش مناسب لزين الدين زيدان دلوقتي؟ هل هو عينه فعلا على المنتخب الفرنسي في الفتره اللي جايه؟ زين الدين زيدان بقاله فترات مبتعد حتى على الانديه، تعرض عليه بعض الانديه لكن هو منتظر فعلا المنتخب السعودي يعني. صحيح، لان هو التارجت يعني رقم واحد هو بالنسبه له هو المنتخب الفرنسي، لان اتعرض عليه طبعا دوريات او يعني منتخبات حتى منتخبات عربيه ورفض كل الكلام ده كله، لان هو حابب طبعا ان هو يكمل مسيرته مع او ريال مدريد يعني. صحيح. ده اوبشن 2 او الثاني يعني. بنتكلم مثلا دلوقتي في القيمه التسويقيه للانديه بنتكلم فوق المليار يورو لمثلا مان سيتي، وبرضه مليار فوق المليار يعني، فوارق بسيطه جدا، ثم الارسنال ثم كده. دي اول نقطه كابتن. النقطه الثانيه احنا شايفين هل النفقات والمصروفات واستقطاب اللعيبه العالميه واستقطاب مشاهده كبيره للدوري السعودي هينجح المنتخب السعودي، هيأثر بشكل ايجابي في المنتخب السعودي؟ الى ان في البدايات لا، لان احنا دلوقتي عندنا المباراه اللي فاتت كانت يوم الجمعه امام كوستاريكا مع طبعا منشيلي، اول مباراه لي مع اول المنتخب. مباراه خساره 3-1 امام كوستاريكا. عنده مباراه غدا اعتقد مع كوريا يوم الجمعه، او غدا ايوه مع كوريا الجنوبيه. هنشوف هل يتطور المنتخب السعودي. عايز اسالك، هل ده بيأثر فعلا على اللاعب السعودي؟ في نظريه تقول لك لا، ما هو انت لما بتلعب ضد ساديو ماني ورونالدو واللعيبه الكبار دي، اللعيب السعودي بيكتسب خبرات. في راي تاني يقول لك لا، ما دي اماكن ممكن جدا يكون عندك لاعب واعد في السعوديه او سعودي بيلعب في مركز مثلا ساديو ماني، فما عندوش فرصه انه يلعب. شايف انت الاتجاه اني افضل يعني؟ نيكولا قال لا، ده ممكن يساعد المنتخب بشكل كبير، لان هم مهتمين جدا بالدرجه الثانيه، مهتمين جدا باللاعب السعودي وتاسيسه من البدايه يعني. هو يعني الشكلين، انا شايف ان احتكاك اللعيبه السعوديين باللعيبه العالميين اللي زي كده واكتساب خبرات منهم ان يلعب جنبهم طبعا هتاثر معاه بشكل كويس، بشكل ايجابي، هتساعده ان هو ممكن تديله طبعا خبرات اكتر، خاصه في التدريب وفي اوضه اللبس يا كابتن هاني، ان هو برضو بيسمع لعيبه كبيره طبعا جدا لنجوم كبار، بيتعلم منهم اكيد وبيتعكس بشكل ايجابي عليهم. وفي نفس الوقت المشكله الكبرى ان اكيد هيقعد دكه، وهيلاعب العالمي دوت هيلعب على حسابه، فاعتقد عدد مشاركاته مش هتكون كبيره. صح. وده برضو عامل تاني لابد يتاخد في الاعتبار. طيب تعالى انا وانت والساده المشاهدين، يمكن فريق الاعداد ما حضر لنا، يمكن الفيفا طلع التقارير الرقميه على مدى الانفاقات والصرف بالنسبه للانديه العالميه. هنستعرض مع حضراتكم، لان الحقيقه كان في ارقام قياسيه على مستوى الصرف، على مستوى الانفاق، على مستوى كمان الصفقات نفسها. دي طبعا ده الانترناشنال ترانسفير اللي هو الصيفي اللي احنا موجودين فيه واللي خلص قريب، ده بالاورنج بالعلامه الزرقاء، علامة الزرقاء أو الجزء الأزرق. وده 10 تم طبعا انتقالات، عددها 10125 انتقال. ده عدد الانتقالات في الصيف دوت. سنة 2019 كان بتتكلم في 7 مليار و400، سنة أو السنة دي أو الصيف ده وصل ل 8 مليار و140 مليون. ده رقم ريكورد جديد في طبعا الانتقالات الصيفية. وطبعا ده 8000 ده فري يعني، انت بتتكلم على الانتقالات في الصيف دوت، كان انتقالات كبيرة جدا، كان ممكن كمان السوق السعودي عامل ردود افعال فيها. نبص على السلايد اللي بعد كده، دي النفقات، اجمالي النفقات زي ما برضو شايفين رقم قياسي، يعني بنتكلم في 6.2 ده الفري ترانسفير، وبتتكلم في 1.1 مليار
يورو في خلال الانتقالات. ده برضو رقم قياسي كبير جدا جدا، وصل ل7، وده أول مرة يحصل الحقيقة في سوق الانتقالات العالمية. يعني ده رقم جديد أول مرة يظهر في سوق الانتقالات، وأعتقد كمان السنين الجاية هيكون في ارتفاع في هذه الصفقات. نبص على اللي بعديه، قول لنا برضو رأيك يا باز لو عندك. ده نقطة مهمة جدا، دي الوكلاء حتى على مستوى الوكلاء. طبعا الفيز اللي بياخدوه من خلال الانتقالات وصل لرقم قياسي كبير جدا جدا، وزي ما بقول لحضراتكم وصل ل 596 مليون يورو، ده رقم كبير جدا. ده كمان بالنسبة للايجنت رقم قياسي جديد كمان، ارقام قياسيه يعني. الارقام دي طبعا ارقام رهيبه، يعني بتتكلم على 600 مليون يورو بس، دي كعمولات للايجنت او لوكلاء اللاعبين، ده رقم كبير جدا برضه. بس طبعا طبعا انا شايف ان السنه دي او الانتقالات الحاليه ضربت كل الارقام القياسيه يا كابتن هاني. يعني نتكلم مثلا مقارنه طبقا للارقام اللي احنا شفناها مقارنه باخر ترانسفير او اخر انتقالات، انا شايف نسبه 47% زياده عن اخر انتقالات، فده نسبه كبيره جدا. على صعيد يعني في رقم قياسي كانت عمل السوق السعودي مأثر على الرقم ده طبعا، ودلوقتي اعتقد ان هو احتل المرتبه الثالثه في اجمالي النفقات على مستوى العالم مقارنه بالدوريات. يعني احنا تقريبا برضو في تقرير بيوضح لنا الاسيا والدوري السعودي، طبعا هو اللي رفع قاره رفع آسيا. برضو رفع الكل طبعا في الانتقالات معانا. طب دي كمان احصائيه حلوه قوي، ده السن اللعيبه، يعني بنتكلم على الاعمار السنيه انتقالاتهم، وكانت الحقيقه اعلى انتقالات او اعلى نفقات على الصفقات كانت للعيبه سن ما بين 18 ل 23 سنه، وده مهم جدا. يعني الانديه بتصرف وبتشوف وبتحضر للمستقبل بشكل كبير، تقريبا 3.5 مليار يورو، برضو رقم كبير جدا للعيبه ما بين 18 و23 سنه. صحيح، الاتجاه بتاع كل الفرق طبعًا دلوقتي طبعا بلينجهام طبعا على راسهم، يعني ابرز الاسماء بلينجهام طبعا في الوقت الحالي من دورتموند لريال مدريد. انا شفت حتى ريال مدريد ده يعني في اكتر من لاعب صغير برازيليين، 18 برازيليين، كل اتجاه الفرق العالميه الفرق الكبرى دلوقتي بتجيب اكتر من لاعب او اثنين او ثلاثه، وده حصل في الترانسفير الاخيره امثله كثيره جدا، لان ده هو ده المستقبل، هو ده اللي بيبنوا عليه. ولا مش بس كده، مش مثلا ما يودهوش ان هو يلعب في الرديف او اليو 21، لا ده على طول في القائمه في الفريق الاول وبيشارك. وشفنا لامين لامار دلوقتي مع برشلونه والراجل بيشارك، يعني 16 سنه. انت بتتكلم على لامين دوت، يعني راجل ولد عنده 16 سنه، تخيل على ترانسفير ماركت القيمه التسويقيه كام؟ 25 مليون يورو. يعني عنده 16 سنه والقيمه التسويقيه دلوقتي وصلت 25 يورو، اعتقد 25 مليون يورو بالزبط. وبالتالي احنا قدام برضو موهبه كبيره في على مستوى العالم ما فيش شك يعني. طيب عايزين نروح بقى شويه لافريقيا كمان، نتكلم على افريقيا شويه، تابعت منتخبنا وطبعا الوصول ل ساحل العاج 2024. عايز اعرف رؤيتك سريعا عن روي فيتوريا، شغله مع المنتخب ازاي، مباراه بكره اهميتها امام المنتخب التونسي. يعني مشوار بادئ بشكل كويس جدا، اول 8 مباريات لفوز لا خساره، يعني وصلنا ل6 كلين شيت، ظاهر بشكل كويس جدا من ناحيه النتائج، من ناحيه الفوز بشكل عام، ولكن لسه الاداء شفت الماتش، انت شايف لسه الاداء مش مقنع شويه. بالظبط، يعني لسه الاداء مش مقنع، محتاجين شويه هارموني كده ما بين اللعيبه. مش عايز اقول ان اللعيبه يعني ده احدث تدريب على فكره النهارده، يعني ده وجود طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح ووجوده في هذه المباراه، ده يعني من لحظات او من وقت قليل جدا، ده تدريبات او استعدادات منتخبنا ان شاء الله لمباراه تونس بكره ان شاء الله. اتفضل. ده مباراه مهمه جدا، مباراه تونس بكره، من ناحيه طبعا هي مباراه وديه، ولكن بتساعد طبعا وبتساهم في التصنيف، واحنا شايفين وتعلمنا الدرس من السنه الماضيه، وجودنا في التصنيف التوب 5
منتخبات زي ما بنتكلم بتساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نواجه الفرق في التصنيف الثاني. من وجهه نظري يعني ما بتلعبش دور كبير قوي يا كابتن هاني، لان الفرق دلوقتي في افريقيا اتطورت بشكل كبير، وشفنا جزر القمر، غينيا الاستوائيه، شفنا فرق كبيره جدا يعني جامبيا، وفي فرق مليانه عناصر مهمه جدا حتى لو هم في التصنيف الثاني على سبيل المثال، ولكن فرق قويه جدا. عايزين نستغل فرصه طبعا تونس، مباراه غدا مباراه مهمه جدا، فريق طبعا زي ما قلنا في لعيبه كبيره جدا بتلعب في انديه في اوروبا، صحيح. مزدوجه الجنسيه زي ما قلنا، هيكون مباراه واحتكاك مهم جدا. مباراه دايما مباراه مصر وتونس، مصر والمغرب، مصر والجزائر على مر العصور، خلي بالك يعني مش دلوقتي بس، كان مباريات دايما بتكون قويه وفيها حماس. ولكن تتوقع شكل المنتخب ايه، وخاصه وجود محمد صلاح اكيد هيدي نوع من انواع الثقه طبعا للاعبتنا، وجود تقل في الشكل الهجومي بشكل كبير، صحيح. جدا. وتقييمك سريعا للاداء الفني لمباراه اثيوبيا، شايف الديفو كان فين؟ مباراه اثيوبيا الديفو كان، شفت معظم اللقاءات او معظم مراحل المباراه كابتن هاني بنلعب الكره الطوليه، ما فيش البيلد اب، يعني بالبيلد اب دايما بنلعب اللونج بولز في ظهر المدافعين، ما كانش فيه انسجام، ما كانش فيه هارموني. كان شفت دايما حتى نص الملعب كان عندنا فيه جاب كبير جدا، حتى ناحيه الشمال عمر مرموش في بعض الكور كان بيلعب بشكل فردي، ما زال برضه حتى في تسديداته على المرمى بياخد قرارات سريعه. الهدف اللي جه طبعا كان بالهدف بتاع مصطفى فتحي، والراجل بصراحه كان قدم دور مهم جدا واداء رائع جدا، صحيح. في الماتش دوت، وكان بديل رائع لمحمد صلاح في هذه المباراه. كابتن هاني انا شفت الاداء كان ضعيف، محتاجين شويه ان يبقى فيه تماسك. وجود محمد صلاح بيلعب دور كبير جدا، لان محمد صلاح شفناه في المباريات، يعني لو هنقارن وجود محمد صلاح في المباريات وعدم وجوده، لا هو بيدي تحس يعني ان حتى في الثلث الاخير الريتم بيبقى اسرع شويه، بيبقى فيه خطوره، صحيح. اكتر شويه اكيد، يعني لاعب كبير. طيب لو جاهزين يمكن عايزين كمان نعدي قبل ما نخلص على المجموعات. انت عارف يا باز يعني في 22 فريق خلاص وصلوا لساحل العاج، تبقى بس فرقتين، وبكره هيتم الحسم في وصول هذه الفرقتين. نشوف مع حضراتكم المجموعات ونشوف مين اللي وصل. طبعا نيجيريا في الصداره دي في المجموعه الاولى، غينيا بيساو وصل مع نيجيريا ب 10 نقاط. وزي ما بقول لك نيجيريا دلوقتي يا جماعه تيم اكتر من رائع، عنده نجوم بيلعبوا في كل دوريات التوب ليجز في اوروبا، انديه كبيره جدا، هدافين. يعني المنتخب النيجيري اعتقد من المنتخبات اللي هيكون ليها يعني الفترات اللي جايه، يمكن غاب فترات شويه لكن جاي بقوه جدا، ومرشحين للفوز ببطوله افريقيا الحقيقه. ده كانت المجموعه الاولى وصول نيجيريا، ودي المجموعه الثانيه هنتكلم على بوركينا فاسو، اللي بقول لحضراتكم كمان من المنتخبات القويه جدا ووصلت مع الراس الاخضر. وكمان المنتخب الراس الاخضر الحقيقه كمان عامل مفاجآت وبيخطو خطوات للامام. شوف المجموعه الثالثه ناميبيا والكاميرون، دي لم تحسم بعد، دي هتتحسم بكره وهنتكلم في تفاصيلها. ناميبيا لغايه دلوقتي في المركز الاول، الكاميرون في المركز الثاني. طبعا دي ترتيب المجموعه الرابعه، مصر في الصداره مع غينيا وصلوا، وملاوي اثيوبيا في المركز الثالث والرابع. المجموعة اللي بعد كده غانا وصلت مع أنجولا، أفريقيا الوسطى خرجت مع مدغشقر، والجزائر وتنزانيا ضمن الصعود. ولسه يعني في بعض أعتقد دي كمان لسه ما اتحسمتش بشكل، لا اتحسمت. مالي وجامبيا، مالي وجامبيا هتحسم بكرة كمان، في مالي ب 10 نقاط، جامبيا ب 10 نقاط، الكونغو ب 7 نقاط، وجنوب السودان. زامبيا وساحل العاج وصلوا أول وتاني. جمهورية الكونغو وموريتانيا، موريتانيا كمان بتوصل اعتقد للمره الثالثه على التوالي، فريق موريتانيا كمان من المنتخبات اللي يعني اتطورت بشكل كبير جدا، وصلت كمان على حساب الجابون والسودان. تونس وغينيا الاستوائيه وصولهم اول وثاني، خروج بوتسوانا والمنتخب الليبي. جنوب افريقيا مع المغرب طبعا، وليبيريا وزيمبابوي في المركز الثالث والرابع، وصول جنوب افريقيا والمغرب. السنغال طبعا مع موزمبيق، ورواندا وبنين خارج البطولة. باز رؤيتك للمجموعات ديت، وزي ما بقول ما زال لسه مباراة الكاميرون بكرة، في مباراة هتحسم الفرقتين، رؤيتك العامة على البطولة اللي جاية هتكون بطولة صعبة، منتخبات زي ما بقول لك منتخبات
كان في الاول يعني تصنيف ثاني وثالث، ولكن مستوياتها بقت قويه جدا، عندها عدد كبير من المحترفين. يعني انا هفاجئ حضرتك بالارقام، بيدلل على قوه حتى التصفيات اللي هتتعكس طبعا في البطوله طبيعي. هتكون قويه ازاي؟ احنا بنتكلم دلوقتي على نيجيريا، نقف عند نيجيريا بنتكلم في 22 هدف اقوى خط هجوم في التصفيات حتى الان يا كابتن هاني. مين بقى اللي بيجي بعد نيجيريا؟ مالي. مالي 15 هدف في التصفيات، لما نتكلم مالي حتى بعد كده السنغال، اوكي السنغال معروفه، بعد السنغال بيجي زامبيا، زامبيا والسنغال 12 هدف. 12 هدف. على زامبيا ومالي، بنتكلم دلوقتي على فرقتين منتخبين يعني قد يبدو للناس ان هم متواضعين. بيقولوا تصنيف تاني يعني. تصنيف تاني، ولكن لا فرق قويه، مواجهاتهم كانت مواجهات قويه، محققين طبعا ارقام كبيره جدا من اقوى خط هجوم حتى الان في التصفيات، حتى على مستوى الدفاع. نتكلم طبعا تونس هي اقوى خط دفاع، يعني استقبلت هدف واحد في التصفيات حتى الان، وده طبعا مؤشر عشان نركز بكره، وهم عندهم خط قوي جدا، دفاع قوي جدا. صحيح. تاتي الجزائر، تاتي مالي، مالي استقبلت هدفين، يعني نتكلم من ناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، فريق مالي فريق مهم، فريق طبعا حصل فيه تطور كبير جدا. زامبيا بنتكلم على الكونغو جابت 11 هدف، يعني احنا مصر 10 اهداف حتى الان، يعني بنتكلم ان في فرق سابقانه، موريتانيا عندنا تقريبا 10 اهداف برضو. يعني انت شايف ما زال الحته الهجوميه رغم وجود محمد صلاح في منتخب مصر، ولكن المعدل التهديفي لمنتخب مصر الهجومي ما زال بعيد شويه لسه عن منتخبات زي منتخبات نيجيريا والسنغال وحتى المستوى الثاني. بالظبط، يعني انا يعني استثنيت نيجيريا، لما نتكلم في نيجيريا عندهم خط هجومي ناري. نتكلم في فيكتور اوسيمين مهاجم نابولي الايطالي، هو لحد حتى الان لعب اربع مباريات في ايطاليا هناك في سيريا، جايب اربع او خمس اهداف تقريبا، جايب هاتريك امبارح هاتريك مع منتخب نيجيريا. يعني بنتكلم في كليتشو لاعب ليستر سيتي الانجليزي، بنتكلم في سامويل شاكويزي لاعب الجناح طبعا بتاع ميلانو الايطالي، بنتكلم في لا اسماء موزيس سيمونز نانت الفرنسي، اسماء قويه جدا كخط هجوم ناري لنيجيريا. صحيح. عشان كده هو 22 هدف ماشي. بنتكلم بقى مالي والتطور اللي فيه، مصر لسه بعيده في من الناحيه التهديفيه. نتمنى يا باز ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يعني نتمنى نخش شويه في حتى طبعًا الارقام التهديفيه على مستوى الهجوم بوجود محمد صلاح، لكن زي ما بقول لحضراتكم مش محمد صلاح هو اللي هيشيل منتخب مصر لوحده، كره القدم كره جماعيه، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الفتره اللي جايه، كمان كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه. محمد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن هاني، دايما سعيد بوجودي، وان شاء الله باذن الله يعني تحقيق السوبر الافريقي يوم الجمعه القادم ان شاء الله، ثم طبعا تحقيق نتيجه كبيره على الاتحاد السعودي في كاس العالم. نمشي خطوه خطوه ان شاء الله نبدا الخطوه ببطوله جديده تضاف الى دولاب النادي الاهلي بالجزيره. بشكر حضراتكم، ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين اللي جاي حلقه جديده مع المحترفين.